سلام البنات، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. اليوم مونتيسوري عندنا في الكوزينه. اليوم اميره غتصاوب لكم دجاج محمر بالفريت، ياك اميره؟ ودوي قولي سلام. سلام. قلت لكم البنات هذا المونتيسوري داخله يعني في اي حاجه موجوده عندك في الدار، واي حاجه كتخدميها انت، اي حاجه كتديريها. يعني هاد المونتيسوري بالنسبه للعجينه ديال الحلوه، العجينه ديال الخبز، الطياب، كيفاش يقطعوا يصاوبوا اون سالاد، يصاوبوا يعاونوك في التنقيه ديال الخضره، هادشي كله داخل في هاد لا ميثود مونتيسوري. المهم البنات اليوم غنشوفوا اميره كتصاوب الدجاج. صراحه دات لي العطريه، عاد فكرت ندير انا وياها فيديو. المهم غتكمل معكم انتما غتشوفوها، خليكم معانا. اميره حشمت تقول لكم شنو دارت هنا. المهم دارت الملحه والبزار والزعفران، الخرقوم البلدي والسمن وزيت العود. ها وشنو درتي ثاني؟ الجنجبيل، ها، والحامض مصير، والثومه والسمن والربيع. ودابا غنزيد شويه ديال الزعفران شعره، وغنزيد واحد نص حامضه، غنزيد شويه اميره ديال الزعفران شعره. اجي بحالي هنا. لا بزاف ما تخرجي ديال الزعفران يا شتي بحال هكا. ودابا ما غنحتاجوش نحكو لانه غادي يطيب مع المرقه. غادي تقطع، تزيد واحد نص حامضه لان هنا دارت غير حامضه وما هادو ثلاثه، تزيدي واحد نصيص عندك يسبعك. في الاول البنات اول مره كيبداو يقطعوا ما غتعطيوهمش الموس ديال الموس ماضي، غتعطيوهم موس. لا 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 اميره، لا لا هاكي، خدي عندك سبعك تاتي قطعها لك انا على جوج، عندي قطعيها. شوفي شوفي الزعفران، هادي قطعيها هاك. لا لا هادي اللي خديتي من ماما باش هاك، هادا. وعندك سبعان هاك هاك. باش خطيه هاد لا ميثود هادي، باقي صغير. هذا ماشي مشكل. هذا الحامضه البنات اللي صاوبت في الدار، يلا يلا هاكا باش الدجاج كلو شويه وحده بوحده هاكا. قلبيها وحكيها بحال هاكا، تهزي من هنا تهزي من هنا، هادي هاد لاصوص هادي، وكتحكي بها الدجاج بحال هاكا، وكتدخليه ليها هنا لداخل. متخافش متخافش، ماشي خاصك باقي نيديتها صغار. البصلة ما قدرتش تقطع البصلة، قالتلك لا البصلة خافت تقطعها غادي تحرقها في عينيها. المهم البنات صافي غادي نديروه يطيب. انا ما كنبغيش ندير داك الزعفران ديال الباكيه، ما كنخدمش به، كنخدم غير بالخرقوم. داكشي علاش كيبان لكم بحال هكا ما صفرش بزاف، حتى ديك الضامه ما كنبغيش نزيدها بزاف، كندير الزعفران شعره والخرقوم. حنا خصنا حاجه صحيه ماشي اللون ولا. المهم البنات خليكم معنا، انا غادي نزيد البصله وندوزو لتقنيه وحده اخرى البنات. حريت شويه حريت، خافيش منها ما تخافيش، خايفه من البطاطا. المهم البنات هانتوما انا قطعتها ليها هكا لان ما غاديش تعرف، هي غادي تقطعها غير هكا دي باطوني ديال الفريت. يلا قطعي، عرفناها كتعرف شويه قطعهم، حاولوا تقطعهم قادين ماشي كبار بزاف، ماشي غلط بزاف هكاك. وحاولي تبقاي غدا هكا متساوي، داكشي تجيبهم زعما متوازيين، ما ديرهمش عوجين. لا لا هذه كبيره بزاف، انا عطيك القياس اللي غتقطعي عليه، هادي هادي القياس هاك فهمتي، باش ما باش يطيبوا دغيا ما يجيوش عاوتاني. يلا هاك داك جري سمعك،
تمشي بحال شي عيب. برافو أمير. أي خليو أميرة تكمل الفريتة البنات باش ما يطغاش الفيديو ونرجعو للتقنية في داخل. هانتوما البنات هي قطعات لي فخيت ودابا دازت العجينة. لا خلي خليها هكا تهات. يلا ديري خميرة ديري معرفة. لا 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 ما أنا عطيك القياس. يلا يلا ديري معلقه ديال الخل. مليحه لا لا مليحه بلاش هذاك القياس مليحه ديالها ما دايرش بالسكر. صافي البنات يعني ما نخوي الكلمه بلاتي بلاتي. شويه تيدوب هادشي اللي هنايا عاد زيد جمعي العجينه طمام. يلا غير بشويه ما تحاولي ما ديريش الماء هنايا ما تطيحش العجينه. هكا البنات كيقويو لي موسكل ديال يدياتهم والصبعان ديالهم. هاد ماريا مونتيسوري ما اخترعتش شي حاجه ما كايناش غير المهم خرجات هادشي خرجات للوجود. ولكن هادشي جدودنا بشحال هادي كانوا كيعطيو الوليدات الصغار ينقيو وكانوا كيعطيوهم يعجنوا. انا كانت المهم الله يرحمها كتبقى تقول لي عجني زعما يتسلك داكشي مزيان كنبقى نعيا وكنقول لها سالي كتقول لي تيخرج لك البزار تبقى يدلكي تيخرج لك بزار حبوب وداك البزار عمرو ما كيخرج من العجينه ولكن كتبرز زعما دلكيها مزيان وكتبقى كتسني داك البزار. يعني هادشي من شحال هادي كان واخا هادي باقا مسكينه باقا يديتها صغار ولكن مهم يعني هما تيعجبهم هاكا اللعب في هادشي ولا في الرمله كيلقاو الراحه ديالهم. عطيتها بزاف ديال العجين عطيتها العجينة ديال الخبز. المهم البنات راه نخلي أميرة تكمل هكا معاكم العجينة وندوزو للدليك. هانتوما البنات دابا ربات العجينة قاصحة شوية عرفتو عجينة ديال الزرع راه شوية صعيبة ماشي وراكي أميرة وراكي مزيان هكاك بغا نوريك كديري بلاتي نوريك بلاتي نوريك كديري هانتي بلاتي حيدي يدك ياك وتجبدي عاوتاني وتك عاوتاني ديري لها هانتي ياك ديري أمير ديري برافو كلشي قوا وعندك اليدين والكتاف كلشي يولي مزيان كلشي يولي هو هداك. برافو أمير يا بلاتي نعاود نغشعو هكا. ديال الزرع البنات ديال الكومبلي ما كيحتاجش تلك مزيان لان ما غاديش يتدلك بحال ديال الفورس ولا ديال الفينو غير المهم كيخصك تعرفي كيفاش تكون العجينه يعني التكستور ديالها باش يجيك الخبز مزيان يعني يجي يرطب لان لا كان قاصح كينشف دغيا كيخصو يتكاسر في بلاصه. يلا البنات غادي نخليو اميره كتزيد لك وعاد ندورو ندوزو كيفاش تكور العجينه. ضرار كبير ماشي يديها قالك ضرار كبير. خلي يديك 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 حيت واقفه على قلت لها انت غادي تعجني اختي جالسه عندك 80 عام ما يمكنش. انا ولات صراحه نقضي الشغل واقفه ما
كلنا الصراحه ما كايناش ديك القضيه ديال نجلس نبداو يمدوا ليا ولا يبداو ماما هي اوكي يعني كنشوف ماما كتخدم واقفه يعني بقات فينا هاد القاعده واخا تكون شي حاجه زعما يعني تنقيه ديال شي حاجه كثيره ولا هي قاعده كنبقى واقفه شي امينه ديري هكا لا عيتي تعرفي يلا ديري شوف لا لا تخلي العجينه هنا هنا وكديري غير هادي هكا وتعاود ترجعيها ديري هكا وتعاود ترجعيها برافو امينه برافو مزيان فهمتي الا بقات هكا ما تقطعش صافي دير ان العجينه مدلوكه ولكن لا تقطعات يعني بحال هادي هاد البلاصه مدلوكه شاهي كتقطع فيها هادشي غنبقى مدلوكه وانت ما تبقاش تقطع فهمتي هو شويه ديال الزرع راه ما كيتدلكش بحال ديال الفورص صعيب شويه ولكن اختي الصحه حنا كنقلبوا على شي حاجه صحيه يلا صافي بارك عليه خليه يرتاح عاد ندوزو للتكراس هما البنات جبت ليها الميزان باش تعبر بغات تقد هذا القياس المهم هذه العجينه هذه لقينا فيها 300 غرام غتقطع هذه العجينه ديالنا وغادي تبدا تعبر يعني نضربوا عصفورين بحجاره كيفاش تبدا تعبر في الميزان باش تعرف شوف القياس ولا كانت انا نقطعها كاين يلا 300 ماشي 30 حيدي هذيك دابا ها 30 ها هي 300 يلا حيديها يلا حتى الاخرى خصها تكون فيها 300 الا ما كانش كافي تزيدي ها خليوها هذه يلا هنا هذا راه القياس ديال هاد انت غير حتى العجينه خصنا نزيدوها 95 300 يعني هذه راه مازال ما فيهاش عرفتي نديرو ما قد هكا 200 غرام 300 كبيرة عليك فهمتي واخا ياك يلا كملي هنايا 5 غرامات باش يعطيك 200 غرام هاك زيدي من هنايا من العجينة حتى تولي 200 هايدي هايدي يدك 200 وجوج نقصي شوية 203 المهم 200 وجوج حنا خصنا غير 200 ياك نزيدو نزيدي شوية توصل 200 زيدي شوية زيدي 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 برافو امير زيدي زيدي هذه كامله برافو 200 ياك نحيدو هذه اللي فيها 200 هنا ونجيب وحده اخرى ثاني هاك شنو بغيتي انت ها انتما البنات هذه بقات فيها 200 وزيد لها 208 يلا نقصي مزال شويه حتى هادشي اللي نقصي هنا ميتين و خمسة حيدي هادوك متبقاش متقلا بيها باش تحكمي في العجينة لا حيدتي بزاف يلا زيدي شوية بقالك أن غرام برافو هادي هاكي هادي بزاف تاع 250 باش يجيونا الخبيزات قد قد البنات المهم نخلي اميره في هاد لا ميثود هادي جربوا البنات هادشي وليداتكم راه مهم ومفيد ينفعهم في الرياضيات ينفعهم في حياتهم اليوميه زعما راه الا ما نفعهم ما يضرهمش المهم ها اميره كتعبر العجينه ونرجعوا الريحه ديال الدجاج يا سلام برافو الريحه ديال الدجاج ديال اميره يا سلام هانتوما الخبيزات ديري هادي ثاني هادي كتوالا كاين لي اختي على الميزان علاه كتخسري عليا يلا نقصي عشرة لا نقصي زيدي نقصي نقصي زي بزاف ماما برافو ماما نقصي نقصي أخت
كتقطعي همزانيت كبيره ما حيت شفتي فهمتي يعني كاين الفرق نتي نوض زيد كتحيد وكتبقى شاده ديك العجينه في يديها كتبرزك لا شحال بلاتي بلاتي خصك تزيدي ثلاثه ديال هاك تزيدي ماشي تنقصي ثلاثه د الغرامات نعم ديك صام الخير لا شويكي برافو أميرة المهم البنات هاد لا ميثود هادي وندوزو للتكراس دابا غتكور لينا أميرة العجينة لا ماشي هكاك بلاتي هاد 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 الشي هاد هادو مخصهمش يبقاو يبانو بلاتي نوريك كيفاش هانتي كتشدي بحال هكا كديريهم بحال كتجمعيهم بحال غتجمعي شي صريرة باش ميبقاوش يبانو دوك لي غوتوش فهمتي هادوك التقطيعات ميبقاوش يبانو كتجمعيها هكا بحال صغيرة انتي ما غتعرفيش ديري هاد العملية هادي كديريها هكا وكتحطيها فعلا ديري يلا ديري نشوف ولكن انا عطيتها شكل دائري باقا مسكينة يديها تصغيرين هاد شوفي هاك هاد الشي هنا لي غوتوش ما خلصناش معنا ما نديرو بيهم خصنا تبقى عندنا الخبزة نقية من هاد الجهة فهمتي بحال هاك دا صعيب عليك هادي القضية صعيبة عليك سمعي ضرب هادي برافو أميرة برافو برافو مالك بلاتي بلاتي نوريك مزيان مزيان هذيك الطريقه ياك ولكن ديري هكا وكتجمعي كتجمعي كتجمعي بهاد الصبعان كديري هذه هكا وكتجمعي بهاد الصبعان باش كتعطيك واحد فهمتي بحال الزايمه برافو 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 أميرة ايوا الريحه ديال الدجاج مدغمر يا لالا واخا ماشي انت اللي قطعتي البصله في المره الجايه خصك تقطعي انت البصله ها المهم راكي غادا راكي غادا في تحسن مزيان هانتي ولكن هاكا هادي ماشي هاكا فهمتي شويه شويه المهم شويه حيت هذا ديال الزرع ولكن ما خصهاش تبقى محلوله فهمتي هاكا كتبرك كتبرك المهم البنات نقلصو الخبز نويوه وحنا معاكم احنا البنات زدنا التكراس بارك علي يلا خدي حدا لا ديري بالصعاب ماشي ب لا ولكن لا فورس كلها تبطيع عليهم لا ختاخديش هادي هادي عاد عاد لويناها خدي لي خبايز هاد النهار باش يجيو ساهلين وحاولي تعطيها شكل مستدير واخا وي مامي تنتي بغيتي تعجني تنتي تعجني بغيتي تصوري معاها بيبي اشنو مريضة سي لماما ها تنتا بغيتي تصور اش ديال البنات لا غير ما غادي يروني وصافي لا انا خدو هادي اجي ما شدش المهم البنات الفيديو ديالنا غادي يكمل هنا نتمنى تكونوا يكون الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم مع اميره زيد تحل الدجاج نعاودو عليهم ويجيو يتغداو معانا صافي
قالت لي الدجاج زعما ما غايشوفوش من غيوجد. حنا غير وريناهم، ما بغيناش، ما غاديش نوريهم، لا نديرو فيديو فاش يوجد الدجاج ان شاء الله ونوريو لهم، حيت غيطوال الفيديو فهمتي. حنا دابا وريناهم غير لي زاسيس لي يمكن الدراري يديرو، يعني يمكن فلاش ديالك 8 أو 9 أن يقدر الدري هاكا يعجن يقرط يقطع الخضيره فهمتي، يعاون ماما ينصب فهمتي، يدير بزاف ديال لي زاكتيفيتي مثلا غادي نديروها ان شاء الله في هاد العطله مع اميره، يعني صبان ودير بزاف الحاجات ياك اميره. هذا دابا هكا تقيشرات يعني بزاف بزاف ما يدار. المهم البنات لا فيديو ديالهم غنحبسوها هنا، والكوكوط راه هي ديال اميره الريحه كتشهي. يلا خليناكم على خير الناس، السلام عليكم.